محامي خالد زبرقة من اللد، يعني هذه المأساة مصيبة مصرع 4 شبان من اللد والرملة بحادث طرق مروع، والحوادث مستمرة، مصيبة ألمت بكم. لا شك أن هذه كارثة بما تحمل هذه الكلمة من معنى، وهذه الكارثة أصابت كل واحد فينا في هذا الوطن. الكل تأثر بهذه الكارثة، لا سيما أنه قبل ليلة فقط كانت كارثة أخرى في الشمال وراح ضحيتها 3 يعني مواطنين عرب. بدون أدنى شك الكل متأثر بهذا الحادث الأليم المصاب بالجلل، والكل يعني يتساءل. وهنا يعني أنا أريد أن أستغل وجودي عبر موقعكم لأوجه رسالة واضحة إلى الشباب. أريد أن أذكر جميع الشباب أن في البيت أما تنتظرك، أو أبا يقف لا ينام حتى ترجع إلى البيت، أو زوجة بحاجة إليك، أو طفل صغير لك بحاجة لأن يكبر وأنت تكون بجانبه ويكبر معك ويعني تربيه وتعلمه. الحياة جميلة ويجب أن نحافظ على أرواحنا، ونحن المسؤولون عن حياتنا وعن أرواحنا. وحقيقة كثيرة هي حوادث الطرق، وحقيقة نحن نؤمن بالقضاء والقدر، لكن نحن أيضا في ذات الوقت مطلوب منا شرعا أن نتخذ كل إجراءات السلامة، وأن نحافظ على كل إجراءات السلامة، وأيضا أن نحافظ على قوانين السير التي تحفظ حياتنا وتحفظ سلامتنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع. السيارات الباردة في مدينة اللد والرملة، مأساة حلت عليكم بعد مصرع 4 شبان. حقيقة الرملة واللد فجعت لمصرع الشباب الأربعة في الحادث الطرق الصعب. مثل هذه الحوادث التي تحصل تؤدي إلى حزن شديد بين أبناء البلد، ومما يدل على أنه قديش البلد تأثرت في المصاب الجلل، أنه آلاف كانوا في جنازة الشباب وشيعوهم لمثواهم الأخير مبارحة في المقبرة الإسلامية في الرمل. كل الشباب دفنوا سوية، والمنظر انه كل الشباب اللي هم كلهم بجيل العشرينات كان منظر صعب جدا لاهل بلدنا في الرمل واللد. ورساله بتوجهها للشباب؟ اول شيء لكل الشباب، كل شاب لازم اول شيء يتذكر انه في العجله الندامه وفي التاني السلامه، وكل بني ادم او كل شاب من هالشباب لازم يتذكر انه في له ابو، في له ام، وانه لما موجود في حاله انه بيقود سياره اول شيء يتذكر اهله ويحافظ على حياته، لانه حياه الجميع غاليه وحياه الشباب جدا غاليه. فلسلامه الشباب نحن ننصحهم جميعا بالحذر على الطرق وبالقياده السليمه، واهم شيء انه الواحد انه يسوق في الطريقه اللي هي يرجع فيها سالم لاهله ان شاء الله. أستاذ أكرم ساق الله، وأنت من القيادات البارزة في مدينة اللد أيضا والرملة، مأساة كبيرة حلت بكم في عقب هذا الحادث المأساوي، رسالة توجهها للأهالي وإلى الشباب. نعم أخي العزيز، أي نعم، هي مأساة كبيرة وفاجعة قد أصابت البلدين اللد والرملة في 4 وردات قطفهم الموت في لحظات. ومن هنا ومن باب بيت العزاء أناشد جميع الشباب، أناشد جميع الأهل الحفاظ على أولادهم. أيها الشباب، حافظوا على أرواحكم في الطرقات، اليوم الشارع أصبح خطيرا جدا، وأرجو من الجميع الحذر ثم الحذر ثم الحذر، الشارع لا يرحم أحد. فلذلك أطلب من الجميع الحذر يا إخوان، والأهل أيضا أن يعطوا الملاحظات وأن يعطوا توعية لأولادهم
في عندما خروجهم وتسليمهم مفاتيح السيارات. نايف أبو سويس، وأنت أحد القيادات أيضا من مدينة الرملة والد، حادثة مؤلمة، حادث طرق، 4 شباب، والحوادث مستمرة للأسف الشديد في وسطنا العربي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين. في الحقيقة هذا الجلل الكبير الذي أصاب الرملة، حيث فقدت 4 من شبانها في حادث طرق مروع، وللأسف الشديد الحمد لله على ما قدر. ولكن نستغل هذه المنصة ونتوجه من خلالكم إلى الشباب. هذه الأحداث حقيقة هي قدر، ولكن علينا أيضا أن نأخذ بالأسباب. هذه الحادثة الطرق التي حصلت وحصدت من شبابنا 4 شباب هي للأسف مؤثرة جدا. ما أصابنا في الرملة مصاب كبير وجلل كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة للفقداء، ونسأل الله الصبر والسلوان لأهلهم. نعم، رسالة توجهها للأهالي والشباب. الحمد لله على ما قدر، ورسالتنا إلى الشباب عدم السرعة والسيطرة على السيارة. لا يمكن أن نقود سيارة ونحن نلتهي أو نشتغل بأمور ثانية، وخاصة الهوادف. وكل سائق يتصرف ويخرج عن نطاق القانون هو بمثابة قاتل، الخطر على نفسه وعلى الغير أيضا. هذا ما نخاف منه. كلنا نملك سيارات، وكلنا لنا أولاد وبنات في الخارج، وكل لحظة نسأل أين أنتم خوفا عليهم. ونسأل الله أن تكون هذه الحادثة وهذه المصيبة عبرة لمن يعتبر.